هعمل اكواب سلطه بالخضار المشويه، بس الكوبايه نفسها اللي هحط فيها السلطه هعملها من عجينه مختلفه، يعني مش هجيب عيش مثلا واحطها فيه، لا ده انا هعملها من عجينه مختلفه بحيث يبقى كلها طعمها حلو على بعضها. اكواب السلطه المشويه اللي هي باللغه الاسباني باريا سلاد. العجينه بتاعتي الاول المقادير بتاعتها: كوبايه ونص دقيق، ربع كوبايه زيت، بيضايه، معلقه كبيره زبادي، معلقه صغيره حبه البركه، معلقه صغيره سمسم، نص معلقه صغيره زعتر، وملح وشويه شطه. يبقى العجينه بتاعتي عباره عن كوبايه ونص دقيق، ربع كوبايه زيت، بيضايه، معلقه كبيره زبادي، معلقه صغيره حبه بركه، معلقه صغيره سمسم، نص معلقه صغيره زعتر، ملح وشطه. ده عشان يدي العجينه، يعني التوابل اللي فيها دي تدي العجينه نفسها طعم، ما تبقاش زي العيش. السلطه نفسها بقى هستعمل لها بتنجانية رومي بقشرها مش هقشرها، بحبيتين بطاطس مكعبات هقشرهم واقطعها مكعبات، حبتين فلفل حراق، حبتين فلفل الوان اخضر احمر اللي انت عايزاه، معلقه كبيره زعتر، معلقه صغيره بابريكا، وشويه زيت زيتون، وهستعمل 3 فصوص ثوم وملح وفلفل وكوسايه وبصلايه عشان حشوي الخضار المشويه. عايزه تزودي جزر اوكي، عايزه تحطي بسله مسلوقه ماشي اوكي، اي خضار انت عايزه تحطيه، بروكلي ماشي، اللي انت عايزاه هينفع في السلطه دي. وزي ما قلت لك عايزه تزودي صدر فرخه تشويه بنفس التتبيله هيبقى حلو قوي برده وماشي معاكي. الدريسنج بتاع السلطه دي عباره عن ايه؟ معلقه ونص زبادي، يعني بقيه الزبديه، مش انا هجيب زبديايه هاخد منها معلقه للعجينه وبقيه الزبديه هحطها في الدريسنج. معلقتين مايونيز، معلقه كزبره خضراء، معلقتين زيت زيتون، وعصير ليمونه. يبقى الدريسنج بقيه الزبديايه بعد ما اشيل منها المعلقه حوالي معلقه ونص هيفضل فيها، معلقتين مايونيز، معلقه كزبره خضراء، معلقتين زيت زيتون، وعصير ليمونه. اوكي نبتدي نشتغل. اول حاجه هعمل العجينه بتاعه كوبايات السلطه اللي انا هحشيها بالسلطه بتاعتي. هحط كل مكونات الجافه: الدقيق، بسم الله الرحمن الرحيم، وحبه البركه، السمسم، والزعتر، شويه شطه لو عايزه، مش عايزه الشطه مش مشكله، هي بتدي طعم فظيع في العيش. خلاص، وبعد كده اهو هقلب، هحط رشه ملح بسيطه، وممكن استغنى عنها لان الزعتر بيبقى اوريدي فيه ملح والسلطه فيها ملح، فهي لو هحط يبقى رشه بسيطه. هاجي بقى، مفيش، خدي بالك مفيش ولا بيكنج باودر ولا خميره في العجينه دي خالص، لانها هتبقى عامله زي البسكوت شويه. معلقه الزبادي، وادي الزيت، بسم الله الرحمن الرحيم، واخر حاجه البيضايه، الزعتر، وال اي منكهات بتحطيها هي اللي بتخلي الزفاره بتاعه البيضه تروح، يعني مش محتاجه ان انا احط لها فلفل اسود. مفيش اي سوائل، هعمل بالراحه عشان ايه ما يطرش علينا. وبعدين هجيب، انا هستعمل هنا اهو، عايزه اعملها على شكل نجمه، فانا عندي القوالب النجمه، ما عندكيش ممكن تستعملي اي كوبايه، ممكن تستعملي بوله زي دي تعملي عليها العجينه، يعني البوله دي بصوا اهي، انا هستعمل النجمه دي. ما عندكيش اي بوله عندك استعمليها. بصوا هي مفرفطه من بعضها، ده معناه انها محتاجه سوائل، محتاجه شويه ميه، يعني انا لما مسكتها بصي اهي مسكت في بعضها، بس هي محتاجه نقطتين ميه عشان تمسك. ما تزوديش الزيت عشان الزيت هيخليها تتكسر معاكي، لو زاد الزيت عن كده اهو، يعني في ناس تقول لك احط طب معلقتين زيت، لا، الزيت هيخليها لما تستوي واجي اطلعها من القالب واغلي فيها السلطه هتتكسر مني، هتفتت، فانا مش عايزاها دهنيه اكتر من كده، انا عايزه الميه تلمها. حطيت معلقه الاول، وادي معلقه تانيه، هتضيفي معلقه معلقه لغايه لما العجينه تلم. شايفين اهي ابتدت العجينه تلم معايا لغايه لما تبقى كتله واحده على بعضها، هتبقى خلاص. ادي تالت معلقه، اهي كده
اهو بقى هروح ضربها جامد لما لمت اهي، هي لمت كلها بقت كتله واحده، لمت لي كل العجينه اللي على جوانب الخلاط او العجانه اهي كده كافي. هروح اهي حتى هنا الحته دي هدهن القوالب بتاعتي دي اللي انا هستعملها، هدهنها بزيت بس انا هعملها بالمتشقلب. يعني ايه بالمتشقلب؟ يعني هحط العجينه على ظهرها. ليه؟ عشان انا مش هحط حاجه جواها وهي وانا باخدها في الفرن، فمش عايزاها تكش. هي مش هتنفش ومش هتعلى ان ما فيهاش بيكنج باودر، بس ممكن تكش شويه، فلما بعملها من بره بتمسك افضل. نقطة زيت بسيطة جدا اهي، وبروح حاطة العجينة عليها خلاص. يبقى هعملها بالمتشقلب عشان ما تكشش مني، عشان ما الاقيهاش زي ايه الصينية كده من غير حراف في الاخر او الحرف بتاعها قصير قوي. انا عايزة احشي فيها سلطة، فمش عايزة ان هي الجوانب بتاعتها تكش. بدورها، وطبعا الباقي بيتقطع اهي، حطيتها عليها واروح كده. بصوا اهو واتك عليها من هنا، اقطع بصباعي يعني، بصوا اضغط اقطع الزياده خلاص، انا لزقتها الزيادات، اروح ضغطه كده عشان تتقطع معايا وانا بعملها. اسيبها على القالب ده 10 دقايق ترتاح برضو علشان ما تكشش معايا، ما ترفعيهاش قوي عشان ما تتكسرش بعد كده، يعني خلي سمكها معقول عشان ما تتكسرش منك اهي. اوكي، بتبقى العجينه بالشكل ده، سواء عملتيها على شكل نجمه زي ما انا عامله كده، او عملتيها على بوله عاديه بقت مدوره عادي، بس فيها 10 دقايق ترتاح وبعد كده بتدخليها الفرن علشان تستوي. لما تستوي هوريكي شكلها هيبقى ازاي، هتبقى عندنا بالشكل اللي هيوريهولنا دلوقتي هيجيبهولنا احمد، احنا عاملينهم ومجهزينهم اهي. بصوا بتبقى القوالب كده اللي احنا هنحشيها اهي اهي يا مجد، بتبقى عامله زي النجمه، تطلعيها بالراحه وما تطلعيهاش من القالب غير لما تبرد، يعني استنى تبرد تماما واروح مطلعاها بالراحه من القالب، لان هي وهي سخنه هتتفتفت معاكي خلاص. نيجي بقى للسلطه نفسها، هعمل ايه؟ هجيب بايركس، اروح حاطه البطاطس فيه والبصل، البصل اربعه وبعدين كل واحده اتنين كده خلاص، وبايركس تاني هحط فيه. انا عايزه بس الجلوفز، عايزين بقى البنشات. ايوه هحط فيه البتنجان والكوسه والفلفل الحراق والفلفل الرومي، وبعدين هاجي اعمل ايه؟ هجيب ادي الثوم، الزعتر، ويجي فلفل حراق، وهحط عليهم زيت، زيت زيتون او زيت عادي، بس زيت الزيتون بيدي طعم احلى، وفلفل اسود، شويه فلفل وملح. واقلب الخلطه دي كلها كويس قوي، وهحط شويه على البطاطس. بصوا انتوا هقول لكم على تركايه كمان علشان الملح،
الافضل انك ما تحطيش الملح من الاول، الافضل ان الملح يتحط بعد تلات ارباع سوا. ليه؟ لان الملح هيخليهم ينزلوا الميه اللي فيهم، فهيخليهم يلزقوا في الطبق. خلاص، فدي نقطه تاخدي بالك منها. لو انت مستعجله عايزه تخلصي حطي الملح من الاول، بس لو معاكي وقت يستحسن ان انت تطلعيهم بعد تلات ارباع سوا وتحطي الملح. ما تستنيش الملح انك تحطيه بعد ما الخضار تخلص، لان لازم تشربه من جواها. خلاص، فكده اهو، يا اما بتشويها على الجريل يا اما بتدخليها الفرن، بس لازم تدهنيها بالزيت، تغلفيها بالزيت كويس قوي من كل الجهات، من ناحيتين. ممكن تحطي بابريكا، ممكن تحطي اي مركبات انت عايزاها، اي اعشاب بتحبيها، مع الثوم والزعتر. الروز ميري برضو بيبقى حلو. وتفرديهم طبقه واحده، يعني لو صينيه هتبقى احسن من البايركس كمان، تتفرد طبقه واحده. ويا اما هنحطهم على الجريل نشويهم، يا اما بتدخليهم الفرن. المهم انهم ما يبقوش فوق بعض، سواء على الجريل او في الفرن، ما يبقوش فوق بعض، تبقى طبقه واحده. خلاص، ادي الكوسه، وادي الفلفل، وادي الفلفل الحراق، والبطاطس بقى هي اللي مش هحطها على الجريل. البطاطس والبصل هدخلهم الفرن علشان يستوي. خلاص، يبقى هندخل البطاطس الفرن بعد ما دهناها بنفس الخلطه والتتبيله. هحطها على الرف في النص في الفرن واخليها تستوي. هيبقوا عندي بعد كده بالشكل ده الخضار كلها اهي بالشكل ده. هعمل ايه؟ هصغرها بس شويه. المقص هيبقى اسرع لك واسهل لك اهي كده اهو. هقطعهم علشان اعرف احشي بيهم كوبايات السلطه. ريحه شوي الخضار مش عايزه اقول لكم بتبقى تحفه. هاجي للكوسه بقى، الفلفل الرومي او الفلفل الالوان بتشيلي طبقه الجلد الصغيره اللي عليه بعد ما يتشوي، ما بتبقاش حلوه لو فضلت، لكن الباقي كله مش بقشره. خلاص كده اهو، يعني الطبقه دي بتتشال من عليه السودا دي. البصله برضو ممكن تصغريها شويه. هنطلع فاصل حالا، هنحشي الكوبايات بيه. ادي انا هعمل بس الدريسنج، ادي الخضار بتاعتي هحطها كلها كده اهو. ادي الكوسية، وبقلب الدريسنج كله مع بعضه ومع زيت الزيتون. اهي في بصلايه هنا كمان، بس هيبقى دي علشان هروح مقلبه. ايوه اهي يا احمد، ميرسي. ادي المايونيز، وزي ما قلنا بقيه الزبدايه الزبدياه اللي احنا حطينا منها معلقه في العجينه بتاعت السلطه، مع عصير الليمون وزيت الزيتون، معلقه الكزبره، بخلي شويه كزبره عشان اعملها في الديكوريشن. نص الدريسنج ده بحطه على السلطه، وبقلبها وبعبيها في الكوبايات اللي احنا عملناها في الفرن. بقول لكم السلطه دي وجبه متكامله، طعمها فظيع.
وبعدين بحط على وشها بقيه الدريسنج وبزوقها بكزبره خضرة تاني. لو عايز تروح يا مجدي الفاصل، احنا هنروح لفاصل نعبي فيه السلطه دي علشان ما تزعلش مننا. هروح دلوقتي الفاصل.